السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله ده كده في الجزء الثاني من الفيديو ده، هيبقى الجزء الثاني من جزء الانجلر مومنتوم، وهيبقى فيه استكمال للجزء اللي فات. يعني نحاول نضيف افكار جديده او نوضح حاجات يمكن الى حد ما ممكن ما تكونش كانت واضحه في الجزء الاولاني. طيب دلوقتي يا شباب، احنا يمكن في اللينير مومنتوم احنا كنا لما بنيجي نتكلم كنا بنقول ساعات ان احنا بناخد الكنترول في الفوليوم بتاعنا، سواء ان هو فيكسد او موفينج، تمام؟ نفس الكلام هنا برضو، احنا بنيجي نتكلم على الانجلر مومنتوم زي ما شفنا في الجزء الاولاني، انا ممكن اخده برضو موفينج او فيكسد، بس هنا هيبقى فيك موضوع، هيبقى الفكره فيه بسيطه قوي. والله لو انا سي مثلا، انا كان عندي مثلا بومب مثلا بالشكل ده كده، مثلا ادي الامبيلر مثلا بالشكل اللي هو قدامي ده كده، ماشي، او شكل مثلا ده السبرينكلر اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. يعني والله لو الانلت كان ويزن الكنترول فوليوم، يعني مثلا الانلت مثلا كان جاي من هنا، او الانلت كان جاي من هنا مثلا كأنه عمودي على الشاشه اللي انت شايفها دي، والله لو انا كان عندي الانلت وزن الكنترول فوليوم، فانا كنت هقول لك ان احنا هناخد الكنترول فوليوم بتاعنا ان هو هيبقى فيكسد، وبالتالي ان احنا هنشتغل على السرعه اللي هي الابسولوت، تمام؟ طيب لو انا باجي اتكلم بقى عن حاجه زي البيلت ويل مثلا، انا كان عندي الجيت بتاع الميه او الدخول مثلا اللي هنا مثلا، ان هو كان خارج الكنترول فوليوم، انا هتلاقي ان انا السورس بتاع الميه كان بره الكنترول فوليوم اللي هو البريفري بتاع البيلت ويل او الشافت اللي هو كان بيلف زي المساله اللي احنا حليناها في الفيديو اللي فات. فطالما قلت ان هو اوتسايد الكنترول فوليوم، يبقى احنا هنشتغل ان انا هيبقى عندي موفينج او روتيتنج كنترول فوليوم، وبالتالي ان احنا ساعتها هنشتغل على السرعه ايه؟ زي ما شفتوا كده في الفيديو اللي فات كنا بنشتغل على سرعة. تمام، دي حتة بس أنا حبيت أوضحها في الأول علشان تبقى الصورة إيه واضحة. تعالوا كده شباب نتكلم كده على أول مسألة معانا، تمام؟ هو بيقول لي إن أنا عندي إيه هنا؟ بصوا كده معايا، بيقول لي إن أنا عندي في مية، إن في مية بتدخل في صورة ستيدي بريت 35 لتر بير سكند عند النقطة دي اللي هي الدايرة الرصاصة دي. وقال لي بعدين ان هو بيتوزع لجزئين، جزء ان هو الاريا بتاعته صغيره، وجزء الاريا بتاعته ان هي كبيره. الجزء الصغير ده الكروس سكشنال اريا بتاعته 3 سنتيمتر سكوير، والجزء الكبير ده 5 سنتيمتر سكوير. وقال لي ان هو بافتراض ان انا هيبقى عندي فيه ايكوال فلو ديستريبيوشن، يعني فلو ريت ان هو بيتوزع بالتساوي ما بين الجزئين، تمام، اللي هو يعني اكن كل جزء هياخد 17 ونص ايه لتر بير سكند. اداني اللي هو الارم ده اللي هو المسافه من نقطه الدوران، افترضنا ان انا عندي النقطه دي اللي انا برسمها دلوقتي دي هي بتمثل محور الدوران او النقطه اللي السيستم يلف حواليها، اداني ان انا عندي المسافه دي 50 سنتي والمسافه دي كام؟ 35 سنتي من الاكسس اوف روتيشن. قال لي لو احنا اهملنا تاثير اللي هو الفريكشن، اهملنا ان فيش اي احتكاك، يعني طلب مني حاجتين. اول حاجه ان هو عايز الروتيشنال سبيد بتاعه السبرينكلر، ولما بيجيبها لك كده هو معناها ان هو بيبقى قصده ايه، ان هو بيبقى قصده ان انت كمان مش هيبقى فيه اوتسايد تورك، او ان هو مفيش اكسترنال تورك بيأثر على السيستم، يعني انت هتسيبه ان هو يلف ايه، تسيبه ان هو يلف. والحاله الثانيه بيقول التورك ريكوايرد عشان يمنع السيستم ده ان هو يلف، يعني ان هو كان ان هو في تورك هاثر عليه بحيث ان هو يخلي السيستم ده زي ما هو ايه فاضل مكان. طيب تعالوا كده بقى يا شباب كده ايه نمشيها واحده واحده. اول سؤال، السيستم ده هيبقى فيكسد ولا موفينج؟ ده فيكسد ان هو الدخول داخل وزن الكنترول فوليوم، اوكي؟ طيب يبقى تاني انا هشتغل ابسولوت فيلوسيتي. طيب السرعه يا شباب اللي هو مديها لي اللي هو 35 لتر بير سكند، او معلش انا اسف الفلو ريت، يعني ده كده بيبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه كده الفلو ريت اللي هو هيبقى مدولك ده بيبقى فلو ريت ان هو بيبقى ريلاتيف لنتيجه ان انا عندي دوران، ده بيبقى ريلاتيف. يعني انا في الاول هتلاقيني رايح اعمل في ايه؟ لازم هتبقى عارف في الاول ان انا القاعده اللي احنا هنشتغل بيها ان الفي ابسولوت ان هي هتساوي الفي ريلاتيف بلس الفي نوزل، لان انت عندك الحاجتين اللي ما بينهم ريلاتيف موشن واحده واحده كده، هما ان انا عندي الجيت الميه اللي هي بتطلع دي، والروتيشن بتاع الجسم ديل، ده هما اللي هيبقى بينهم سرعه نسبيه او في ايه ريلاتيف موشن. فانا هقول ان سرعه الميه اللي هي الفي ابسولوت هتساوي الفي ريلاتيف بلس السرعه بتاعه الايه؟ السرعه بتاعه النزول. اوكي؟ ده كده اول حاجه. طيب الفي ريلاتيف دي هجيبها منين؟ هتلاقي ان انا جايبها من ماس فلو ريلاتيف، يعني هتلاقي ان انا عندي كده لو انا جيت بصيت عليها على جنب كده
هتلاقي ان انا عندي الفيرلتيف هتساوي الفلوريت اللي هو 17 ونص في 10 سالب 3 لتر بير سكند على الاريا اللي هي 3 في 10 سالب. بس انا هنا الكلام هنا كله بتكلم على نقطه واحد او على النقطه دي كده ماشي. طيب السرعه بتاعت النوزل بقى هتساوي كام؟ احنا عارفين ان عندي اي جسم روتيشنال ان هو هيبقى اوميجا في ار بمنتهى البساطه يعني، فهيبقى الفي نوزل لو انا بتكلم عن نقطه واحد فهي هتبقى اوميجا في نص اللي هو المسافه بتاعت نقطه واحد لغايه ريديوس بتاع الطاقه. طيب يبقى ده كده اللي هو السرعه الابسولوت بتاعتك. ودي حتى انت ممكن تعملها ازاي لو انا جيت عملتها بطريقه بسيطه، انت هتلاقي مثلا سي لو انا جيت مسحتها كده تمام تمام انت هتلاقي مثلا ان انت عندك النقطه دي ان الجيت بيحاول يطلع لقدام ونتيجه الروتيشن دي بتحاول ترجعه لورا، فبالتالي انت عندك التاثيرين ان هو سرعه الميه بالنسبه للسيستم اللي هو فلوريد ب 35 لتر بير سكند، بس نتيجه ان في دوران فده هو لازم اروح احسب منه الايه؟ الابسولوت. يبقى انا كده حسبت الفي ريلاتيف وادي السرعه بتاعه الايه؟ النوزل. جميل؟ يبقى ده كده الفي ابسولوت. طيب انا عندي شرب الميه لو انا جيت رجعت للحته بتاعتي، انا كانت عندي الميه الفي ريلاتيف كانت طالعه لفوق اوكي والاوميجا ار كانت نازله لتحت، يبقى انا بالتالي هعمل ايه؟ هل هما في اتجاههم مع بعض؟ لا، هتلاقي ان هما الاتجاه بتاعهم ان هما هيبقى عكس بعض، ولو انا جيت ظبطتها كده هتلاقي ان ده هو الايه؟ الشكل. يبقى في اي مشكله؟ طيب ده كده بالنسبه لنقطه واحد ان هو الارم اللي على الشمال. طب الارم اللي على اليمين هتلاقي برضو ان انا هطبق نفس الرول اللي هي موجوده قدامك دي اللي هي الفي ابسولوت بتساوي في ريليتيف بلس الفي نوزل، بس المره دي بقى هيبقى في فرق. ايه هو بقى؟ بص لي كده معايا، هتلاقي ان انا عندي ساعتها الجيت ريليتيف للنوزل بيطلع لقدام، ولو انت جيت مشيت مع اتجاه الدوران هتلاقي الاوميجا ار برضو ماشيه معاك كده، فهتلاقي الفرق هنا ساعتها ان دي 0.2، هتلاقي ان عندك دي بلس ودي برضو هتبقى بلس. اوكي، فده كده شباب انا كده جبت السرعه الابسولوت بتاعت كل سواء نقطه واحد او نقطه اتنين. اوكي، ده كده في الاول. طب تعالوا بقى نمشي كده مطالب كده واحده واحده. اول حاجه ان هو عايز روتيشنال سبيد بتاعت السبرينكلر اللي هو بافتراض ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي ان السيجما او اللي هو الاكسترنال تورك ان هو هيساوي كام؟ هيساوي زيرو، ان هو السيستم ان هو فري ان هو ايه؟ يتحرك. تعالوا كده بقى نشوفها مع بعض ايه واحده. طيب يبقى بالتالي يا شباب لو انا جيت بقى بدات في الحاله الاولى تمام، احنا القانون بتاع ان هو الانجلر مومنتم ان هو سيجما الاكسترنال تورك بيساوي ار ام دوت في اوت ناقص سيجما ار ام دوت في ان. وشباب هو الانجلر مومنتم هو بمنتهى البساطه هو عباره عن المومنت اوف مومنتم، احنا عارفين التورك فورس فريديس. فلو انت بصيت كده لو انت فاكرين من المره اللي فاتت فانت عندك الفورس كانت بتساوي ام دوت في في. طب لو انت ضربت الناحيتين في ار، يعني ضربت هنا في ار وضربت هنا في ار، فورس اوف ار اللي هي تورك وار ام دوت في في هي اللي هتمثل لك الايه التورك. يعني دي كده طريقه بسيطه برضه عشان تبقى انت مستوعب الايه الكلام. فساعات بنسمي الانجلر مومنتم هو الايه؟ المومنت اوف مومنتم. طب انا هفترض ان انا عندي ده اتجاه، لو عندي اي تورك او مومنت في الاتجاه ده هيبقى بوزيتيف وعكسه هيبقى بالايه؟ هيبقى بالسالب. طيب تعالى امشيها معايا واحده واحده كده. الميه دي هي طالعه من هنا هيبقى طالعه بام دوت في في، فهتلاقيها ان هي بتعمل تورك في الاتجاه ده، يبقى ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هتلاقي ان الناحيه دي الليج الشمال بوزيتيف. طب اللي بتلف كده هتلاقي ان هي بتعمل تورك ايه؟ نيجاتيف. فلو انا جيت عوضت اهو كتبت المعادله قدامي هلاقي ان انا عندي اول حاجه امشيها بقى معايا واحده واحده، هل انا عندي عند الجزء اللي داخل هنا هل هيعمل اي تورك او مومنت؟ لا، فهتلاقي ان الجزء ده اتكنسل. وكمان انت عندك هل اي في اكسترنال تورك؟ لا، يبقى الجزء ده برضه هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. فانت هيتبقى لك ان سيجما ار ام دوت في اوت هي اللي هتعمل التورك. فانت هتلاقي ان في جزء نتيجه ان ده مجموعهم بزيرو، هتلاقي ان في جزء ان هو بوزيتيف وجزء نيجاتيف على عكس الاتجاه اللي احنا فارضينه. فده اللي هيبقى لك ان انا هيبقى عندي المومنت بتاع الجزء ده الار دي بنص اهو، مش معايا واحده واحده، ادي نص في ام دوت على الاثنين عشان الماس فلو ريت متقسم في الايه؟ الفي اوت اللي احنا كنا لسه حاسبينها، يعني دي كده في اوت عند النقطه الاولانيه اللي احنا كنا لسه حاسبينها في الصفحه اللي قبل، ناقص اللي هو الجزء بقى اللي هو الكوز ده كله، هتلاقي ان هو جاي من الجزء اللي على الايه؟ جاي من الجزء اللي على اليمين. تمام؟ حلو كده؟ فهلاقي برده ان هو انا عندي الار بتاعته 0.35 في ام دوت على الاثنين في الفي دوت ايه؟ او الفي السرعه اللي هي الايه؟ اللي خدتها.
تمام. طيب انا شروط عمال تعملها ان هي ام دوت على الاثنين، ان هي الفلوريد ما بينهم بتوزع على كنت انت ممكن تعملها ام دوت وام دوت، بس ده باعتبار ان هو التوتال يعني، هي مش فارقه عشان بس ما حدش يبقى ايه متلخبط. لو انت جيت حليتها اصلا هتلاقي في الاخر ان انت عندك الاوميجا هتطلع بكام، ان هي حوالي 46 ايه راديان بير سكند. انت عايز تحولها ار بي ام، دي خلاص مش هيبقى فيها ايه، مش هيبقى فيها مشكله. اوكي طيب، يبقى انا كده شوف انا كده جبت الجزء الاولاني من المساله او النص الاولاني، ان هو كان عايز الروتيشنال سبيد بتاعه السبرينكلر ان ار بي ام. تمام، ممكن تطبع لو انت عايز تحولها بقى للار بي ام، دي خلاص تحويله بسيطه ما فيش فيها مشكله، بس انا طرف لغايه هنا ما فيش مشكله. طيب الجزء الثاني بقى انه بيقول لي عايز التورك ريكوايرد ان هو يمنع السبرينكلر فروم روتيتنج. طيب ايه الفرق بقى ما بينها ودي؟ على ان هو تقريبا هي هتبقى نفس الايكويشن، بس في اختلاف ان هو كان عندنا في الحاله الاولى السيجما تورك كان بزيرو، المره دي هو في فاليو هو طالبها، وفي الحاله الاولانيه هو كان عايز يحسب الاوميجا، في الحاله الثانيه بقى هو عايز يمنع السبرينكلر او السيستم ان هو يلف، يعني هحط الاوميجا بكام؟ هحط الاوميجا بزيرو. طيب تعالوا نشوف كده الكلام ده بقى في الايه؟ في الجزء اللي بعده. طيب الجزء بقى الثاني يا شباب اللي هو زي ما اتفقنا بقى، اللي هو انا عايز احسب التورك ريكوايرد عشان بريفنت السبرينكلر فروم روتيتنج، هتلاقي انا بكتب نفس الايكويشن. تمام؟ اهو ان انا عوضت عن التورك، اتفقت برضو معاكم ان انا عندي الترم ده كله ان هو هيبقى بزيرو، بس المره دي ما ينفعش اكنسل الترم بتاع السيجما تورك اللي هيتبقى لي كده في الاول. طيب هو عشان يبريفنت التورك فروم روتيتنج يبقى هو هيعوض عن الاي بزيرو، هتلاقي ان هو لازم هيعوض عن، لو انا عملت له نقطه طالما هو عايز يمنعه يبقى لازم هتبقى الاوميجا بكام؟ هيعوض عن الاوميجا بزيرو وهعوض عن الاوميجا بزيرو. طب الماس فلو ريت هيبقى كام؟ الماس فلو ريت هتلاقيه ان هو هيبقى عشان هو 25 متر في سكند يبقى 0.35، وهنا 0.035. لو جيت حسبتها هيطلع معاك بالايه؟ بالرقم ده. التورك ده لازم انت تعمله على السيستم او تاثر بيه على السيستم عشان تمنع الفلويد ان هو يحصل له ايه؟ ان هو يحصل له روتيشن. ماشي يا شباب؟ طيب المساله اللي بعديها برضو الى حد ما هي هتبقى فكرتها قريبه منها شويه، هيبقى فيها اختلافات بسيطه بس هي الفكره بتاعتها هي برضو لطيفه، ما راحتش بعيد عن الفكره اللي فاتت. تعالوا بقى كده ايه نقراها مع بعض كده ايه في واحده. هو برضو بيقول لي ان انا عندي برضو الى حد ما سيستم زي اللي فات برضو سبرينكلر، ان هو الميه تخش برضو عند اللي هي الدايره اللي في الرصاصي بريت 10 لتر بير سكند في السبرينكلر، ويبدا ان هو يتوزع ما بين الجزئين اللي هم واخدين قدام دول. اوكي؟ بيقال لي ان هو التوجيتس اللي بيطلعوا من هنا سواء من عند نقطه واحد او من عند نقطه اثنين، ان هو الدايمتر بتاع الخروج كان 1.2 سم. فهو بيقول لي disregarding ان انت عندك اي فريكشنال افكتس او في اي احتكاك، يعني عايز الروتيشنال سبيد بتاع السبرينكلر وعايز التورك required to prevent the sprinkler from rotating. هتلاقي ان هي المساله دي الى حد ما شبه المساله اللي فاتت، يعني باختلاف بس الاورينتيشن بتوع التو جيتس. طيب اول حاجه يا شباب زي ما قلت لك، لما هو بيديك ماس فلو ريت ان هو بالنسبه في السيستم زي ده كده، هو بيبقى قصده بيه الريلاتيف، يعني هيبقى الفي هتساوي كيو على الاريا، ان هي اول حاجه 10 على 2 عشان اجيب الجيت بتاع او الماس فلو ريت او الفلو ريت بتاع الجيت الواحد. تمام، هتبقى 10 على 2 في 10 ساعات 3 عشان احول من لتر بير سكند لمتر كيوب بير سكند، والاريا هتبقى باي على 4 دي سكوير، هطلع السرعه الريلاتيف ان هي هتبقى ب 44.2 متر بير سكند. جميل، يبقى ده كده السرعه الريلاتيف. تمام، طيب يبقى الابسولوت بقى ان هو هيساوي ايه؟ قلت لك ولا لو انت فاكر ان انت عندك الفي ابسولوت ان هي هتساوي الفي ريلاتيف بلس الفي نوزل. تمام، عشان اكد عليك برضو ان انا عندي اللي هو السميشن ده بيبقى فيكتور سميشن على حسب الاتجاه. تمام، يعني انا حتى لو انا حطيتها بس في النص كده بس عشان تبقى ايه، تبقى واضحه، وهعمل لها هايلايتنج ايه، احطها جوه قوس عشان محدش. طيب جميل، طب تعالى بقى نشوف بقى ايه الاختلاف في المساله. انا اول حاجه هتقابلني هنا مشكلة إن أنا عندي كانت في المسألة اللي فاتت كان الجيت كان طالع فيرتيكال، سواء اللي هو كان على الناحية اليمين أو الناحية الشمال في المسألة اللي فاتت. طب هنا بقى لا، ده هو طالع بزاوية مايلة شوية، إن هو مش طالع فيرتيكال، ده هو طالع هو عامل زاوية مع الفيرتيكال بكام؟ ب 60. طيب يبقى ساعتها إيه الحل اللي عندي بقى؟ لو أنا مثلا جيت أحلل السرعة مثلا، حاليا أنا عندي لو جيت حللتها هنا، لو كان هنا مثلا سي هو كان طالع كده، لا حاليا هو طالع هنا هيبقى طالع ب في
كوزاين بقى كام؟ هرينو طالع بيديه كوساين 60. ولو بصيت على الروتيشن هلاقي ان هو عند النقطه دي هو بيلف، فهلاقي ان هو هنا هيبقى بيتحرك بكام؟ اوميجا ار. جميل. ونفس الكلام العكس، هلاقي ان هو عند النقطه دي برضو هلاقي برضو ان هو هيبقى التحليل هنا بتاعها ان هو في كوزاين ثيتا، وعكسها ان هي هتبقى ايه؟ اوميجا. فهلاقي ان هنا عكس المساله اللي فاتت، انا عندي اللي هو سرعه الميه الريلاتيف وكمان السرعه اللي هي اللينير سبيد بتاعت النوزل، هلاقي ان هم عكس بعض. عشان كده حاسس ان انا كتبت لك هنا ان انت عندك الفي ابسولوت ان هي هتساوي السرعه الريلاتيف مطروحا منها الاوميجا ار. هو مديك الراديوس هنا بكام؟ ب 40 سم، يعني 0.4. يبقى ساعتها السرعه الابسولوت بتاعت الميه سواء من جده او من جده هتلاقي ان هي بكام؟ لو انت حسبتها بالظبط وهتحط هنا ماينس، هتبقى 22.1 ناقص 4 من 10 ايه؟ ناقص 4 من 10 اوميجا. عظيم، مفيش اي مشكله. طيب تعال، يبقى ده كده الخطوه اللي في الاول، وده اللي احنا حتى برضو لو فكرتوا بالمساله الاولانيه ده اللي انا عملته حتى في الاول، لما انا قعدت في الاول اعمل ايه؟ اجيب السرعه الابسولوت بتاعت كل نقطه، هو ده اللي انا عملته. بس الاختلاف المساله دي ما كانش فيها سيمتري، المساله اللي انا شغال فيها دلوقتي اللي هي دي هتلاقوا ان هي فيها الايه؟ ان هو السيمتري بتاعها موجود، ان هو الجزء اليمين هو الجزء الايه؟ طيب لو انا جيت بقى عوضت في معادله التورك، سيجما التورك ار ام دوت في اوت ناقص ار ام دوت في ان. نفس الكلام انا عندي الار ام دوت في ان مش عامله اي تورك تاني او اي مومنت. طب الار ام دوت في اوت هلاقي برضو ان انا عندي هنا جزئين. طيب انا هفترض ان انا سي ان انا عندي فيه اتجاه بوزيتيف كده مثلا، تمام، امشوا بقى معايا. فبالتالي هلاقي ان انا عندي ايه بقى الميزه هنا؟ لا، هلاقي ان انا عندي الجزء اللي على الشمال التورك بتاعه بيبقى ايه كده، والتاني التورك بتاعه بيبقى كده، فهلاقي ان هما الجزئين مع بعض. يعني عشان كده هتلاقي ان انا جيت عملت الار ام دوت في اوت، دي الاثنين دي معناها اللي هي بتمثل ان انا عندي النمبر اوف جيتس. ماشي، ده كده الاثنين، والاربعه من عشره دي بتمثل الار. طيب الام دوت الخمسه دي بتمثل ايه؟ والله ده الماس فلو ريت للجيت الواحد. يعني بص كده هتلاقي ان انا فوق قلت والله ان انا عندي الام دوت ان هي هتساوي رو في كيو اللي هو الرو ب 1000، والكيو الواحده في الجيت الواحد هو كان قال لي توتال 10، يبقى انا هشتغل بكام؟ ب 5. هو كان مديني توتال هنا ب 10، فانا هاخد النص هيبقى بكام؟ ب 5. يبقى انا كده جبت ده كده هكتب لك عليه حتى ان ده 41 جيت. اوكي؟ جميل. يبقى انا بالتالي خلاص انا كده بقى معايا ده كده هو الام دوت وده هو الفي. طبعا الترم ده عشان هو عايز السرعه بتاعته، فانا هعوض عنه كام؟ لازم الترم ده لازم كنت هطيره ان هو هيكوال كام؟ هيكوال اوكي. لو انت جيت حسبتها هتطلع بالظبط ان هي بكام؟ حوالي 55 راديان ايه؟ راديان بير سكند. طيب الجزء الثاني من المساله زي برضو الحالة التانية في المسألة اللي فاتت، إن هو بقى عايز يشوف التورك عشان يحافظ على السبرينكلر فروم روتيتنج، يعني هيحط الأوميجا بكام؟ لازم هيحط ساعتها إن الأوميجا هتساوي زيرو. نفس الخطوات بس الفرق كله لما أنا حاجة أعوض في المعادلة دي، طبعا زي ما قلت لكم الترم ده هيبقى بزيرو، إن أنت هتعمل لي هنا إيه بقى؟ لازم هتعوض ساعتها عن الأوميجا إن هي بقت زيرو. ساعتها هيطلع لك التورك من إيه؟ إكسترنال تورك بالرقم ده، عشان هو يمنع السيستم ان هو يلف او ان هو يحافظ عليه ان هو يفضل في ايه؟ في المكان. ماشي كده يا شباب؟ يبقى دول كده يا شباب كانوا ايه؟ اول فكرتين كانوا زي بعض لحد ما كانوا هم تو سبرينكلرز. تعالوا بقى نشوف بقى فكره جديده. تمام؟ هيبقى فاضل لنا مسالتين كمان، نشوف كده ايه؟ هنتعامل معاهم ازاي؟ بص بقى معاك يا شباب، المساله الثالثه هي هتبقى فيها فكره مختلفه شويه، ان احنا بنتكلم على حاجه اسمها سنتريفيكال بلور، ان هو حاجه شبه الكمبريسور، يعني حاجه بتضغط الهواء يعني، بس بتبقى بتضغطه بنسبه بتزود البريشر بكمبريشن معين. هو شباب بيقول لي ان عندي في سنتريفيكال بلور اللي هو انا اتعمدت احط الشكل بتاعه برضه عشان لو مفيش حد متخيله يبص على الصوره اللي هي قدامك. تمام، هو زي السنتريفيكال بومب الى حد ما، بس الفرق ان ده بيشتغل على الهواء، البومب بتشتغل على الهواء. المهم هو بيقول لي ان انا عندي ادالي الراديوس، او قبل ما اتكلم عن مساله بس انا عايز اوريكم كده كذا حاجه، نتكلم كده عن البليدز كده.
اول حاجه يا شباب هتلاقوا انا عندي في الفلاور، هتلاقوا انا عندك الهواء ان هو بيخش في الاتجاه ده كده، في اتجاه السهم، يعني هو بيخش اكسيال، وبعدين مع الروتيشن هتلاقي ان هو الفلو، لو انتم شايفين البليدز دي الفلو يبدا ان هو يتحرك ما بين البليدز دي كده، ان هو ياخد الاتجاه ده كده، يعني هتلاقي ان الفلو مثلا بيمشي هنا كده ما بين التو بليدز او ما بين اي تو بليدز وبعض. طيب هتلاقي برضو يا شباب ان هو البليدز دي جميل، هتلاقي ان انا عندي بليد، هتلاقي ان هو عندي بدايتها، ده بنسميه الراديوس عند الانلت، يعني عند النقطه دي احنا بنسميها انلت، وعند نفس البليد النقطه دي احنا بنسميها الاوت، يعني اكنها بدايه ونهايه البليد. فبالتالي ده هو كده بالنسبه لي، ده هو كده هيبقى الراديوس ار ار 1، والتاني ده كده هنسميه الايه؟ الار 2، ماشي؟ عشان هو لما يقول لك الانر راديوس او الاوتر راديوس تبقى انت بس فاهم انا بتكلم على ايه. اوكي؟ طيب يبقى ده الراديوس. طب يا باشمهندس ايه بقى اللي هو ابليد ويدث اوف كذا عند الانلت اوف كذا عند الاوتلت؟ بص يا سيدي، هو بمنتهى البساطه الفلو لما بيجي يطلع من السلندر هتلاقيه ان هو بيطلع من الجنب كده، يعني هتلاقي مثلا لو انا خدت مثلا حته صغيره كده هتلاقي ان هو بيطلع في الحته دي كده، دي الاريا اللي هو بيطلع منها، طبعا هي مكمله كده كانها ان هي جزء من سلندر، يعني هو بيطلع من المساحه الجانبيه بتاعه سلندر، يعني لو انا كملت الشكل ده لغايه الاخر هتلاقي ان هو كانه بيطلع منين بقى، الاريا اللي فلو بيطلع منها هي المساحه الجانبيه او السايد اريا بتاعه ايه سلندر، طبعا لو انت كملت الشكل كله ايه على بعضه. تمام؟ ده كده في الاول. هتلاقي ان هو بيبقى عند الانلت هتلاقي البليد ويدث اللي هو هتلاقي الحته دي كده اللي بالاسود ده كده عند الاكزيت، والبليد ويدث عند الانلت هو الحته بالاسود دي، او انا حتى لو انا فصلتها كده هتلاقي اللي بالاحمر دي عند الانلت، واللي بالاسود دي الاحمر دي عند الاكزيت، والبالاسود دي عند الانلت. ساعات بنسميها بليد ويدث، ساعات بنسميها بليد هايت، يعني المعنيين واحد. اوكي؟ طيب يبقى انا كده شباب عرفت لكم الشكل بتاع البليتس. طيب هقول لكم حاجه ثانيه كمان يا شباب، ان هو والفلو ان هو بيتحرك جوه كده بيبقى عندي فيه مركبتين للسرعه، الفلو هو بيتحرك هنا بيبقى فيه نورمال كومبوننت في ان، وبيبقى ليه سرعه تانجنشال كده في تي. جميل؟ يعني في سرعه في ان بتبقى عموديه على الاريا. هتقول لي يا باشمهندس عموديه ازاي؟ هقول لك والله بمنتهى البساطه، مثلا لو انت خدت مثلا الاريا دي مثلا هنا كده، الاريا اللي الفلو عمودي عليها هي دي اللي هو الفي ان، دي الاريا اللي هو الفلو عمودي. فانا بيبقى عندي هنا في سرعه نورمال وفي سرعه تانجنشال بالشكل ده كده. ماشي؟ يبقى ده كده اللي هو الايه؟ طيب مين اللي هتبقى مسؤوله ان هي تدور ان هي مسؤوله ان هي تضيف انرجي للفلو؟ هي الفي تي، لان انت لو جيت بمنتهى البساطه هتلاقي ان انت عندك الفي تي دي ان هي تانجنشال، لو ضربتها في الراديوس مع ان دوت في في هتلاقي ان هي بتعمل لك تورك او بتعمل لك ايه؟ مومنت. تمام؟ بس دي الحته اللي انا ايه حابب اوضحها لكم في الاول تيرمينولوجيز دي، ان هي بيزد عليها انت هتقدر تحل الايه؟ انت هتقدر تحل المساله. جميل؟ طيب نمشي بقى كده مع بعض ايه واحده واحده. فهو قال لي يا شباب اداني في الاول البليد ويدث عند الانلت وعند الاكزيت، وقال لي ان البلاور ده عايزك تركز معايا كده، هتلاقي ان هو قال لك بيدليفر اتموسفيريك بريشر عند ايه؟ عند درجه حراره 20 وبريشر 50 كيلو بسكيل. هنستفيد منهم بايه؟ خليها معاك بقى، خليك معايا بقى الاخر. بيقول لي disregarding any losses واسيومنج بقى ايه بقى؟ ركز بقى من اول هنا بقى. قال لك assuming ان التانجنشال كومبوننتس اوف اير velocity عند الانلت وعند الاوتلت از ايكوال تو ايه بقى؟ يعني هو قصده هنا ال VT اللي عند الانلت اللي هي كده، وال VT اللي عند ده اللي عند ده عند الاكزيت وده اللي عند الانلت مثلا. تمام؟ قال لك ان هم ايه بقى؟ ركز بقى معايا كده. قال لك to be equal to the impeller velocity at a respective location. بمعنى امشي بقى كده معايا واحده واحده. هو انا يا شباب انا اتفقت معاك ان انا خلاص هيبقى عندي فيه سرعه تانجنشن. طيب شكل البليدز بيبقى عامل ازاي؟ بص كده معايا، لو تخيلت ان المنطقه اللي فلو ماشي فيها مثلا ان هي مثلا بالشكل ده كده، ان هو البليد هيبقى عامل كده ماشي، فاللي عند ريسبكتيف لوكيشن انا عارف ان ده هو بيروتيت حوالين دي مثلا
ماشي امشيها معايا. فانا عند النقطه دي مثلا كده، او خلينا اعملها بلون اوضح مثلا، يبقى لون بالاخضر كده. فانت عند النقطه دي انت هيبقى عندك مثلا هنا السرعه هنا هتبقى كام؟ سي مثلا اوميجا ار 1، وعند النقطه دي ده اوميجا ار 2، صح كده؟ دول بيمثلوا ايه؟ دول بيمثلوا سرعه البليد، سرعه البليد اللي هو بيلف. طيب هو قال لك ايه بقى؟ قال لك ان والله السرعه التانجنشال بتاعت الفلو اللي هي هتعمل لك التورك عظيم. قال لك بص كده اقرا معايا الجمله دي. قال لك ان assuming التانجنشال كومبوننتس اوف اير از ايكوال تو ايه بقى؟ قال لك الامبيلر فيلوسيتي ات الريسبكتيف لوكيشن. يعني لو انت عايز تجيب البي تانجنشال اللي انا كنت لسه بتكلم عليها من شويه، اللي هي مثلا هنا سرعه الفلو هو طالع من هنا كده او من هنا كده، روح يا باشا احسب لي بمنتهى البساطه، احسب لي اوميجا ار عند كل لوكيشن وهتلاقي الدنيا معاك. طيب هو مديني ايه بقى؟ بص كده معايا، هو ادالك ان الاوميجا ب 900 ار بي ام، وانت معاك الريدس عند الدخول والخروج. فانت هتلاقي مثلا سي مثلا لو انا جيت ايه عملتها قدامي بقى كده، نظم كلامنا كده واحده واحده. لو انا سي اعتبرت ان دي نقطه واحد واعتبرت ان دي نقطه اتنين، فانت هتلاقي ان في اتنين هي عباره عن ايه؟ اوميجا ار، يعني 900 في 2 باي على 60 3 من 10، وفي 1 اللي هي عند الدخول للبليد ب 900 في 2 باي على 60 في كام؟ في 18 في الدقيقة. دي اللي هي كانت 18 سم 30 سم، فدي كده هتطلع متر بير سكند، ودي كده برضه هتطلع متر بير سكند. يبقى انا كده جبت التانجنشال فيلوسيتي اللي هي بتساوي البليد فيلوسيتي عند ريسبكتيف لوكيشن، او عند كل ريديال بوزيشن موجود ايه؟ موجود عندي. جميل. طيب جميل، هو كان عايز مني ايه بقى؟ بص كده بقى، طلب منك قال لك والله ديترمن الفوليومتريك فلو ريت اوف الاير وين الروتيشنال سبيد اوف ذا شافت از 900 ار بي ام والباور ب 120 واط. طيب اول حاجه كده يا شباب، هو انا عندي الباور هو بيلف، يبقى الباور احنا كنا متفقين لو انت عندك جسم بيتحرك لينير الباور كانت بتساوي اف في، ده لو لينير. طب لو هو روتيشنال كنت بقول لك ان هو توقف اوميجا. انا هختار مين؟ انا اللي هيهمني كله ان انا عايز الباور بتساوي توقف في اوميجا. طيب ماشي يا باشمهندس، انا هجيب التورك. طب التورك يا باشمهندس هستفيد منه ازاي في الفلوريت؟ ما انا هقول لك ان هو اصلا كان في معادله اللي هي بتاعت المومنت اللي داخل فيها ام دوت، والام دوت هي فانكشن في الكيو. فانت لو جبت التورك وعوضت في معادله الكونسرفيشن اوف انجلر مومنتم، انت في الاخر كده هتعرف تجيب الايه؟ هتعرف تجيب الفلوريت. طب امشيها معايا كده واحده اهو، يبقى انا عندي اهو الباور اهو زي ما قلت لك تورك في اوميجا. جميل جميل، الباور ب 120 واط، التورك انا عايز احسبه، والاوميجا 2 باي في 900 على 60. يبقى انا كده جبت الايه؟ كده جبت يا باشا التورك بمنتهى البساطه. وانا اسف بس معلش، دي مش متر بير سكند، دي بس ايه؟ نيوتن في متر. يعني انا اسف معلش غلطت كده. جميل. طب يا باشمهندس التورك اجيبه ازاي؟ او هعمله منين؟ بص يا سيدي، هتقول لي ان التورك هيساوي ار ام دوت في اوت ناقص ار ام دوت في ان. طيب يا باشمهندس فين بقى الكنترول فوليوم بتاعي؟ بص كده هتلاقي انا اتعمدت حتى اعملها لك بالشكل اللي هو قدامك ده كده، هتلاقي مثلا ان انت عندك فيه هنا كده، هتلاقي ان انت عندك المنطقه اللي الفلو ماشي فيها اللي هي المنطقه دي. لو انا حتى جيت عملتها كده هتلاقي ان هي ايه على الرسمه دي كده، هي المنطقه اللي ما بين الدايرتين دول كده اللي انا بعمل لها هاتشنج، المنطقه اللي هو الامبلر موجود فيها اللي هي المنطقه دي كده. تمام، ده كده المنطقه اللي هو الايه اللي هو الكنترول فوليوم بتاعي او فلو هنا. تمام جميل. فبالتالي لو انا هبص كده هتلاقي ان حتى الاوميجا اللي موجوده عندك او الكنترول فوليوم بتاعي اللي هو ما انا رسمه باللون الاحمر او اللون اللي هو البنفسجي ده كده، ان الفلو بيخش هنا عند نقطه واحد وبيخرج عند نقطه اتنين. جميل. فانت بالتالي لما اجي انا اعمل هتقول لي باشمهندس ان سيجما التورك ار ام دوت في اوت ناقص ار ام دوت في ان. طيب الفلو بيمشي كده، فهتلاقي ان انت في الاخر لو سي انت خدت سي انا خدت في اتجاه بوزيتيف هنا كده، ده اتجاه بوزيتيف للتورك مثلا، فانت هتلاقي ان هما الاثنين عشان هو اوريدي نقطه واحد واثنين على نفس البليد، فهتلاقي ان هما الاثنين بيلفوا بنفس الاتجاه، يبقى الاثنين هيبقى لهم نفس الايه؟ الاشاره بوزيتيف. تمام، يعني هيبقى عندي هنا ار ب 3 من 10 في في اوت اللي هي 28 27 اللي هو ار ام دوت في اوت اللي هي نقطه اثنين، او خلينا اعملها ازاي؟ ام دوت 2، ودي هخليها ام دوت ايه عشان تبقى الدنيا كده ايه جميل. هتلاقي ان هو الام دوت في الحالتين هو هو، فانا خدته كومن فاكتور او خدته عامل مشترك. هلاقي الار هنا ب 3 من 10
والفي 2 28 27، الار هنا ب 18% وفي 1 بكام؟ 16.6، والتورك انا لسه حاسبه من فوق. طيب يبقى يا باشمهندس، يبقى انا كده حسبت الام دوت ان هي هتطلع لي بالرقم ده. هل ده هو الفوليوم فلو ريت؟ لا، الفوليوم فلو ريت هيبقى عباره عن ايه؟ انا عارف ان الام دوت بتساوي رو في كيو، جميل. طيب ادي الام دوت، انا معايا الام دوت وناقصني كيو بس معيش الرو. طيب احنا قلنا في الفلاور انت بتتعامل مع اير، طيب يعني انت تقدر تطبق عليه معادله الايديال جاز لو. يبقى انا حتى كنت انا عاملها في الاول كده، انت عارف ان البريشر بيساوي ايه؟ بمنتهى البساطه يا باشا، البريشر بيساوي رو ار تي. فانت لو معاك البريشر، معاك التمبريتشر ومعاك الار، خلاص اهو البريشر 95000 كيلو باسكال، الار ب 287، والتمبريتشر هو اداها لك بكام؟ بص كده اداها لك ب 20 سيليزيوس، يعني 20 بلس 273. يبقى انت يا باشا كده حسبت التكست. انزل تحت وهات لي الفلوريت، انت كان معاك الماس فلوريت ومعاك الدينستي، احسب لي منها يا باشا الايه؟ الفوليوم فلوريت. طيب يبقى ده كده يا شباب اول جزء من المساله، ان انا كده عرفت احدد الفوليوم فلوريت. طيب اخر حاجه بقى بيقول لي also determine the normal components of the velocity at the inlet والاوت. لو انتوا تفتكروا في الاول انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك الفلو هو بيبقى ماشي، بيبقى ليه مركبه نورمال اللي هي عموديه على الاريا، او هي احنا ساعات بنسميها الفلو فيلوستي كومبوننت، دي اللي هو داخله في حسابات الايه؟ داخله في حسابات الفلويد. طيب باشمهندس دي بقى هنحسبها ازاي؟ بص لي بقى كده معايا. بص يا باشا، احنا لما كنا بنيجي نقول لك في فلويد 1 الفوليوم فلويد كان بيبقى عباره عن ايه؟ كنا بنقول لك ساعتها الكيو بتساوي اريا في، وطبعا ده ما هوش دقيق قوي، لان هو الصح ان انا اقول لك ان الفلوريت هو عباره عن الفيلوستي، وبالاخص الافريج فيلوستي في الاريا العموديه عليها. يعني لو انت زي انت عندك في فلو ماشي في بايب، اوكي؟ فكان الفلو السرعه كانت في اتجاه الاكسيال، فين الاريا العموديه عليها؟ كانت هي الكروس سكشنال اريا اللي هي كانت مساحه دايره باي على 4 دي سكوير او باي ار اي سكوير. طيب لو انا بقى في الحاله بتاعه البليدز بتاعتي زي ما اتفقت معاك، الفلو كان بيطلع منين؟ لو انت جيت ترسم مثلا وصلت ما بين النقط وبعضها كده، انت هتلاقي في الاخر هتلاقي ان الفلو كانه بيطلع من الجناب كده. كانه بيطلع منين بقى؟ بيطلع من المساحه الجانبيه بتاعت سنه، مش الفلو بيطلع كده، هو بيطلع من اللي انا ايه اللي انا عاملها هاتشنج بالاسود، اللي هي هتبقى عباره عن ايه بقى؟ اللي هي المساحه الجانبيه بتاعت السلندر، ان هي كنا بنقولها باي دي ال او 2 باي ار في ال. طب يا باشمهندس الار ده هيمثل ايه؟ والله يا باشا الار ده هيمثل لك الراديوس. طب ال، بص كده على البليدز هتلاقي ال هي المسافه دي، اللي هو كان بيمثل ايه بقى؟ او اللي هي المسافه دي اللي انا كنت قايلها لك في الاول، دي بتمثل السيكنس بتاع البليدز او الهايت بتاع البليدز، ماشي؟ يبقى انت كده عندك الكيو هيساوي ال في ان او النورمال فيلوستي كومبوننت في ال 2 باي ار ال او الفلو ايه او الفلو اريا. تعويض بسيط بس هتقدر ان انت تحسب النورمال فيلوستي عند الانلت او النورمال فيلوستي عند الاوتلت، تمام؟ بالشكل اللي هو كده ايه واضح قدام، ماشي يا شباب؟ ده كده المساله اللي هي الثالثه، جميل. طيب المساله بقى الرابعه هي الى حد ما شبه المساله اللي فاتت، بس برضه هي هيبقى فيها تسهيل او حته بسيطه، يعني لو انت فهمت المساله اللي فاتت تقدر تفهم المساله. تعالوا بقى كده ايه نشوف المساله دي كده ايه مع بعض، ونشوف ايه هنتعامل معاها ايه، تعمل معاها ازاي. طيب بصوا بقى معايا يا شباب، المساله الثانيه هي شبه حتى المساله اللي قبليها، يعني هي اخر مساله معانا في الفيديو ده، ان هو برضه بيقول لي ان انا عندي في البيلر، تمام، سنتريفيكال باور برضه، وان هو نفس الكلام، ان هو هتلاقي ان هو مدي لك الراديوس جت هنا كده، مدي لك الراديوس والبليد ويدث عند الانلت وعند الاوتلت، وادالك الفلوريت ان هو ب 7 من 10 متر كيوب بير سكند، وادالك الروتيشنال سبيد ان هي ب 700 ار بي ام، وقال لك ان هو اسيومنج ان انت عندك الفلو ان هو بيخش راديال، يعني بيخش في 1 راديال، وان هو بيطلع بزاويه كام؟ ان هو بيطلع بزاويه 50، زاويه 50 مع الاتجاه الراديال، بالشكل اللي انت كان واضح قدامك كده. قال لك لو انا اخدنا الاير دينستي ب 1.25، هو عايزك تحسب الايه؟ تحسب الباور. طيب بصوا يا شباب، وانا عشان احسب الباور، الباور هتساوي ايه في ايه؟ تورك في اوميجا، هو مديني الاوميجا، يبقى انا ناقصني التورك. طب التورك هجيبه منين؟ من المعادله بتاعه الانجلر مومنتم، ان انا امشيها واحده واحده. طب احنا اتفقنا شباب زي المساله اللي فاتت برضو،
ان انا عشان اجيب التورك يبقى انا محتاج اجيب المركبه سواء التانجنشال عند الدخول لهنا او لهنا. جميل. طيب نمشيها بقى كده واحده واحده. هو مديني هنا الفلوريت ومديني الرادياس والبليد او البليد ويدث عند كل ريجن. اهو يبقى الكيو هيساوي باي في الدي في البي في المركبه السرعه النورمال اللي هي الفي ام. جميل. طيب يبقى عند الانلت الفلوريت هيساوي كام؟ اللي هو 7 من 10 على باي في الدي في 0.28. تمام؟ ان هو الجدبان هنا انا عندي كنار الريدس هنا ب 2 من 10 يبقى الدايمتر هيبقى ب 4 من 10 هو مديني بليد ويدث. يبقى انا كده جبت مركبه نورمال عند الانلت اللي هتلاقوها هي هي ان هي هتبقى في 1 لان هي كلها في اتجاه الراديال. طيب عند الاكزيت هلاقي برضه ان انا عندي المركبه النورمال اللي هي الفلوريت على باي في الدي في الايه؟ في ال اللي هو هيبقى الرقم ده. طيب انا يا شباب انا عندي في حاله ال برضه لو انا عشان ابقى منظم نفسي امشوها كده معايا واحده واحده، هي الفي ان هي هي هتبقى في 1. الفلو كله داخل راديال، مفيش مركبه كده. طيب لو انا جيت اتكلم على الاكزيت، تمام بصوا كده معايا، حتى هجيب لكم نفس الرسمه حتى كنت حاططها فوق. انا هنا هيبقى عندي الفي نورمال اللي انا لسه هسيبها هنا، لو انا بصيت على الفي 2 هلاقي ان الفي نورمال عباره عن ايه؟ هلاقي ان هي عباره، لو انا جيت حللتها كده هتلاقي ان في نورمال هي في 2 كوزاين كام بقى؟ هلاقي ان هي كوزاين 50. ده التحليل بتاعها. يبقى كده انا ممكن منها اقدر احدد في 2 ان هي هتبقى بكام؟ 6.84. يبقى انا كده حددت السرعه بتاعت الفلو سواء اللي هي في 1 او في 2 اللي هي تعتبر الابسولوت فيلوستي بتاعت الايه؟ الفلويد. طيب انا يا شباب عشان احسب التورك انا مين اللي يهمني؟ انا لا يهمني لا في 1 ولا في 2، انا اللي يهمني مركبات التانجنشال بتاعتهم. يعني مركبين هنا مركبه تانجنشال هنا ويهمني هنا المركبه الايه؟ التانجنشال بالشكل ده كده. ماشي. يعني يهمني مثلا هنا ممكن اقول هنا في 2 تي وهنا في 1 بس طبعا في 1 تي لو انت واخد بالك كده هي في 1 تي اصلا تفرض ان هي عموديه على في 1 يبقى بالتالي تحليل في 1 هنا هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. يعني اوريدي المركبه التانجنشال اصلا هنا بكام؟ بزيرو. لان هو الفلو اصلا كله اوريدي ايه؟ مفيش حاجه في الاتجاه التانجنشال. لكن في 2 عشان هي طالعه مايله مع الاتجاه راديال فليها جزء تانجنشال وليها جزء راديال. طيب جميل. يبقى انا بالتالي كده انا طلعت هنا في 1 وفي 2. ماشي. يبقى لما اجي اروح اجيب التورك ان هو ار ام دوت في اوت ناقص ار ام دوت في ان او سيجما. لو انا جيت اتكلم عند الانلت كانت في المساله اللي فاتت لو انتوا فاكرين، لو انا رجعت للشكل بتاعها هنا كده او ارجع للصفحه اللي قبليها اهو، كان قال لك ان الفلو في الحالتين ان هو داخل البليد ان هو تانجنشال. لو انتوا فاكرين حتى الرسمه دي ان هو في الانلت والاوتلت ان هو تانجنشال. فبالتالي لما انا ابقى هنا انت هتلاقي الفي 1 اصلا لو انت بصيت كده الفي 1 اصلا هي مره بالسنتر، فبالتالي او مره بالسنتر اوف روتيشن، فبالتالي انت هتلاقي ان انت عندك المومنت او التورك بتاع الانلت كان بزيرو. يبقى انت متبقي لك ار ام دوت في اوت. بس الفي اوت اللي هي طالعه انت مين اللي يهمك فيها؟ انت اللي يهمك المركبه بتاعت في 2 اللي هي عامله التورك. يعني مين اللي هيهمك هنا؟ لما انت تيجي تحللها كده انت هتلاقي لما انت هتيجي تحللها هيطلع لك كام؟ اهو هتلاقيها بالظبط ان هي في 2 ساين كام؟ ساين 50. ودي اللي انا اوريدي هشتغل اهو. يبقى انا هيبقى عندي هنا الار 0.45 اللي هو الار، وعندي ده اللي هو الام دوت، وده اللي هو مركبه السرعه اللي هي الايه؟ الفي. ماشي كده يا شباب؟ تمام. فده كده بالتالي هو اللي هيبقى ايه؟ ماشي يا شباب. فبالتالي كده انا منها لو انت زي ما انتم شايفين كده هلاقي ان انا عندي دي كده اللي هي لو انا جيت حددتها باللون الاخضر كده دي اللي هي في 2 ساين ايه؟ ساين. دي مركبه تانجنشال او دي بتمثل لي ايه؟ اوكي. يبقى انا كده حسبت التورك ناقصني هحسب الباور، ان الباور بتساوي تورك في اوميجا. يبقى كده الايه؟ اسالك كده شباب ايه؟ اسالك كده خلاص. ماشي يا شباب. اتمنى كده ان شاء الله يكون الفيديو ده كده موضح لكم كل حاجه تمام، وان شاء الله كده في الايه انتوا كده معاكم سواء لكل فيديو لكل جزء سواء لينير او انجلر مومنتوم انتوا معاكم التوبكس الايه الواضحه بتاعته. بالتوفيق ان شاء الله.